يمكن أن تشمل أعراض نوبة الربو واحدة أو مجموعة مما يلي: السعال، اللهيث، ضيق في التنفس، صعوبة في إنهاء الجمل، ضيق الصدر، تحول الشفاه إلى لون الأزرق. إذا شعرت بحدوث نوبة ربو أو كنت مع شخص ما، فاتبع قاعدة الخطوات الخمس. الخطوة الأولى: انهض وابقى هادئاً، لا تستلقي. الخطوة الثانية: خذ أنفاساً بطيئة وثابتة. الخطوة الثالثة: خذ نفخة واحدة من جهاز الاستنشاق المسكن كل دقيقة، هو بالعادة المستنشق الأزرق. يمكن للأطفال دون سن 6 سنوات أخذ ما يصل إلى 6 نفخات في 10 دقائق، أما من يزيد عن 6 سنوات أخذ 10 نفخات في 10 دقائق. الخطوة الرابعة: إذا لم تتحسن الأعراض بعد 10 دقائق أو إذا كنت قلقاً في أي مرحلة، اتصل بالرقم 999 أو 112. الخطوة الخامسة: إذا لم تصل سيارة الإسعاف بعد 10 دقائق، فكرر الخطوة الثالثة. تذكر أنه إذا كان هناك شخص يعاني من نوبة ربو، فلا تتركه بمفرده. استخدم مفساحاً إذا كان متوفراً، وتأكد من رؤية أخصائي الرعاية الصحية بعد ذلك. إن نوبة الربو حالة طارئة، فتصرف دائماً على أنها كذلك. رقم إرشادات مرض الربو: